واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف عالمياً. تعمل المرأة ثلثي ساعات العمل في العالم، ولكنها تجني عشر الدخل العالمي فقط. أكثر من 100 دولة تقيد مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية من خلال قوانين. مشاركة المرأة في صنع القرار طريق للسلام، المساواة والعدالة بين الأنثى والذكر تؤدي للسلام. المرأة تصنع الحياة، تنجب الذكور والإناث، هي مربية الأجيال.